فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ وهل شيخ الإسلام ابن تيمية ورد أنه أجاز ذلك؟ ما أعرف عن شيخ الإسلام أنه أجاز ذلك. ولا يجوز الاستعانة بالغائبين ولا بالأموات، لما يستعان بالحي الحاضر القادر على الإعانة. ثلاثة شروط: أن يكون حيا لا ميتا أو غائبا. الشرط الأول أن يكون حيا لا ميتا، الشرط الثاني أن يكون حاضرا لا غائبا، لا من الجن ولا من غيرهم. الشرط الثالث أن يكون قادرا على إعانتك. نعم.